أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة يحررون مدينة البوكمال بالكامل، آخر معقل لداعش في سوريا. الاجتماع الإيراني الروسي التركي في أنطاليا يؤكد أن الوقت قد حان لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. إن المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، السعودية ترفع اللهجة بوجه إيران وحزب الله. الحريري يزور مصر والكويت قبل توجهه إلى بيروت، وباريس تبحث استضافة اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث الأزمة السياسية. أنباء عن موافقة موغابي على التنحي من رئاسة زيمبابوي بعد طلب الحزب الحاكم. مساء الخير. حرر الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بشكل كامل. غرفة عمليات حلفاء سوريا أعلنت أن تحرير المدينة أتى عقب مواجهات عنيفة مع داعش أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي التنظيم وتدمير عدد من آلياتهم وهروب أكثر من 150 منهم من البوكمال، وتمكن عدد من مسلحي داعش من تسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا بعد عبورهم إلى الضفة الشرقية للفرات. المقر الإعلامي لغرفة عمليات حلفاء سوريا نشر تصويرا يظهر جانبا من مشاركة حركة النجباء من قوات الحيدريون في عمليات تحرير مدينة البوكمال من داعش. معلومات أكدت للميادين أن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أشرف بشكل مباشر على قيادة العمليات العسكرية في غرفة عمليات حلفاء محور المقاومة في معركة تحرير البوكمال. وجود الجنرال سليماني لقيادة معركة البوكمال جاء بعد الدخول الأمريكي على خط المواجهات العسكرية وتشويشه على أجهزة الاتصال للجيش السوري وحلفائه. كما تؤكد المعلومات أن حصار البوكمال والتقدم إليها من ثلاثة محاور خطط له سليماني وشارك في تنفيذه. هو يتمتع بكاريزما شخصية مهمة جدا، بتواضع هائل مذهل، يعني لا يمكن أن تتصوري في أي خيمة كان يبيت، كيف كان يأكل مع العناصر، مع العسكر، مع المقاتلين. ليس هناك من أي حواجز لا بالتعاطي اليومي ولا بالشخصي ولا حتى في التفاهم على سيرورة المعركة. يذهب إليهم لرفع القدرات القتالية، الروح المعنوية، الروح القتالية. هو معهم ساعة بساعة، مفصل بمفصل، يدير كل شيء. ولم يدر فقط معركة البوكمال علا، الجنرال سليماني منذ أن كان هناك اتفاق على أن تبدأ معركة البادية السورية عبر خمسة محاور، عندما بدأها الجيش والحلفاء في محور ريف حمص الشرقي، في محور ريف حماة الشرقي، أيضا القوات التي كانت تتقدم من ريف الرقة الجنوبي انطلاقا من ريف حلب الشرقي. كل هذه المحاور كان
الجنرال سليماني إلى جانب القيادات الكبيرة في الجيش السوري، والتي استشهد للأسف واحد من القيادات الكبيرة اللواء عصام زهر الدين، كان يدير محورا كاملا، كل المحور الذي كان يتقدم من جنوب البوكمال مرورا من منذ تحرير السخنة ومنذ السيطرة على السخنة، وكل هذا المسار كاملا وصولا إلى البوكمال ووصولا إلى التحرير، كان الجنرال سليماني يتابع خطوة بخطوة ومفصل بمفصل في هذه المعركة. وكان الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة قد أمنوا المدنيين في مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي. الجيش نقل المدنيين إلى أماكن آمنة تمهيدا لعودتهم بعد تحرير المدينة وطرد داعش منها. ريف دير الزور الشرقي تحول إلى ساحة ينفذ فيها داعش إجرامه على المدنيين الذين عرفوا حياة صعبة جدا على الصعيدين الاقتصادي والنفسي في خلال فترة سيطرة التنظيم. تنظيم داعش يحول ريف دير الزور الشرقي ولا سيما مدينة الميادين والبوكمال إلى ساحة لتنفيذ إجرامه وتطبيق قوانينه على المدنيين الذين عاشوا مرحلة سوداء في ظل سيطرته التي تتلاشى. الأسى والألم في قلوب ووجوه الأهالي يعكسان حجم المعاناة التي تعرضوا لها وتركت فيهم أثرا جسديا ونفسيا ومعنويا. أحمد هو أب لأسرة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة جداً، فهو يعجز عن تأمين قوت أطفاله اليومي في ظل تضييق التنظيم وفرض عملة خاصة به، ما أدى إلى تدهور حاله المعيشية، ناهيك بمصادرة التنظيم القمح وتخزينه وعدم توزيعه على الأهالي. فما كان أمام أحمد إلا التسلل إلى أحد المقرات ونقل كمية من القمح لصناعة الخبز لأولاده، وعندما اكتشف التنظيم أمره قاموا بقطع يده وقدمه. يعني لا عندنا طحين، لا عندنا حب، لا عندنا غير. قاموا الدواعش جمعوا كلياتهم عندهم. رأيت عليهم كذا مرة ويا أبو ينطونا، أنا عندي عيال تريد تأكل. قالهم دبر حالك، أنا ما ننطي. قلت أنا يوميا يعني بالليل أروح أعبي تنكة وأجيبها. أول مرة عافوني، ثاني مرة عافوني، الثالثة مسكوني نفذوا فيها قصاص إيدي ورجلي. حال أبو محمد ابن مدينة البوكمال الذي وصل هو الآخر لأحد مراكز الإيواء في مدينة دير الزور لا يختلف عن حال أحمد، فأبو محمد أعدم التنظيم ولده وعددا من أفراد أسرته بذريعة أنهم كانوا يقومون بتأمين المدنيين إلى خارج مناطق سيطرة التنظيم. أذبحوا أخوي وابن أخوي وابن عمي زاد كطوا راسه. ليش تشيل عوائل من هين توديهم المرتدين المسلمين؟ هذا مو مسلم، هذا الكفار وهم اسلام. قصص مؤلمة تركها التنظيم في كل بقعة لتكتب تاريخا أسود أرهق الأهالي وخلف أثرا نفسيا يحتاج وقتا طويلا لإزالته. جنوبا اعتدت قوة إسرائيلية على موقع للجيش السوري في قرية حضر وأطلقت قذيفة وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. بيان للجيش الإسرائيلي قال إن الجيش السوري حصن موقعا عسكريا في المنطقة المنزوعة السلاح، لذلك فقد جرى قصف المكان. وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينز كشف أن لإسرائيل بالفعل علاقات سرية مع دول إسلامية وعربية كثيرة. شتاينز أشار إلى أن المعنية بإخفاء هذه العلاقات هي الدول العربية، وأكد أن تل أبيب تحترم رغبتها، ولفت إلى أن دولا عربية قدمت مساعدة لإسرائيل لدى الولايات المتحدة عندما ضغطت من أجل تحسين الاتفاق النووي. أعلنت الخارجية الروسية أن الاجتماع الروسي الإيراني التركي في أنطاليا خرج باستنتاج بأن الوقت قد حان لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قد أعلن أن الاجتماع ناقش كل المسائل المرتبطة بالأزمة السورية، وهو يأتي تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة في مدينة سوتشي الروسية. وأوضح لافروف أنه بحث إمكانية مشاركة الكرد في مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأشار إلى أن رؤساء أركان روسيا وتركيا وإيران على اتصال دائم حول التعاون في مناطق خفض التصعيد في سوريا.
العمل كان مثمرا جدا واتفقنا على جميع القضايا الرئيسية، وسوف نخبر الرئيس بتقييماتنا حول الاتجاه المستقبلي وكيف نعزز عملية أستانا التي يجب أن تهيئ الظروف الملائمة حتى تمتلك عملية جنيف بعض الأدوات الفعالة لحل المشاكل المذكورة في قرار مجلس الأمن 2254. وينضم إلينا الآن من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سيد فراس رضوان أوغلو، أهلا بك. وبما أن التصريحات التي خرجت من هذا الاجتماع سيد فراس هي تصريحات إيجابية بالمبدأ تحضيرا للقمة، برأيك ما هي أرضية الاتفاق التي حصلت اليوم؟ يعني أعتقد أن أرضية الاتفاق التي حصلت اليوم هي أولا استمرارية الجهود التي بذلت من قبل، أي أن ما يسمى بالأستانة والاجتماعات من قبل بين الرؤساء الثلاث وأيضا وزراء الخارجية الثلاث، وهي أولا تخفيض التصعيد العسكري وبعد ذلك ربما تمكين الحل العسكري هناك في سوريا، إيجاد حلول له، وبعد ذلك الآن الانطلاق إلى المرحلة السياسية إلى الحل السياسي في تلك المنطقة. طبعا تركيا لديها حساسية كبيرة من مسألة وحدات حماية الشعب الكردي، وهذا كان قد طرح من قبل بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين، وأعتقد أن هذا قد طرح اليوم في الاجتماع اليوم، وهذا ربما ما جعل الأطراف يعتبرون أن الحل السياسي لا بد أن يوجد الآن، خصوصا أن تخوف كبير ربما من الأطراف جميعها من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أسلوبها يبدو في سوريا بدأ يأخذ منحى غير إيجابي لإيجاد الحل السياسي أو التوجه إلى بوادر حل سياسية في سوريا. ولكن في موضوع الكردي كما قال لافروف بأنه تم البحث في مسألة مشاركة الكرد في مؤتمر الحوار، هل برأيك هذا الاجتماع قد ظهر فيه تغير ربما في الموقف التركي أو تليين في هذا الموقف تجاه الكرد؟ الخلاف بين أعتقد بين تركيا وروسيا في هذه القضية أن تركيا ترى أن امتداد البي دي هو استمرار امتداد لحزب العمال الكردستاني وهو لا يمثل الأكراد، هذا نقطة مهمة كثيرة، لأن هناك أيضا أحزاب كردية ممثلة في المعارضة السورية المعتدلة، هذا تراه تركيا. ربما هناك سيكون أعتقد بين كلا الطرفين إيجاد صيغة مشتركة بالنسبة للتمثيل الكردي في المسألة السياسية في سوريا، هذا ربما أعتقد وضعت له بعض البوادر الأساسية بأن لا إرهاب في أي حزب كان أو أي ممثل لأي عرق في سوريا، وهذا ربما نقطة بداية الانطلاق التوافقية إن صح التعبير بين تركيا وموسكو، وأعتقد أن طهران ربما سيكون لها دور في هذا التوافق. طب أيضا بالنسبة للدور الإيراني والروسي فيما يتعلق بما تصفه الحكومة السورية هو احتلال تركي لبعض الأراضي السورية، إلى أي مدى هذا الاجتماع وحتى القمة المرتقبة بين الرؤساء الثلاثة ستحل هذه المعضلة؟ طبعا يعني اعتقد ان دمشق ترى التواجد التركي في سوريا هو ليس مرغوب به، لان اولا هي تعتبر ان هذه طبعا الوضع السوري بالنسبه لهم هي تواجد يجب ان يكون هناك تواجد للقوات السوريه، لكن اعتقد ان التوافقات الامنيه بين تحديدا بين تركيا وروسيا تخوف من تواجد نقطة عفرين التي هناك كانت خطط حقيقية امتداد أعتقد الكوريدور الكردي باتجاه من شرق سوريا باتجاه المتوسط، هذا ربما أقلق تركيا وأيضا يصب في القلق أيضا أعتقد في سوريا، أيضا هناك قلق من هذا الموضوع، ربما هذه النقطة محل خلاف، لكن أعتقد أن في النهاية التخوفات الأمنية هي التي ضغط على التخوفات السياسية أو الحسابات الأمنية هي التي ضغط على الحسابات السياسية في تلك المنطقة. طيب سيد فراس، قلت في البداية أن هذا الاجتماع هو يأتي بعد قناعة مشتركة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بالحل السياسي أو لن تكون، لا أدري يعني، شريكة في هذا الحل السياسي، ولكن أيضا بالنسبة للأتراك هل هذه القناعة أصبحت راسخة بالنسبة للطرف التركي، خصوصا أيضا فيما يتعلق بتأثير الطرف التركي على المجموعات المسلحة في سوريا والتي أثرت على المشاركة في الاجتماع الأخير في أستانا؟
أعتقد نعم أن تركيا الآن لديها شبه قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه إلى التخوفات التركية من التواجد الإرهابيين في الجنوب، إن كان الجنوب في الشمال العراقي أو في سوريا، إضافة إلى أن ربما التفاهمات التي أبدتها كل من طهران وموسكو باتجاه تخوفات أنقرة ساهم كثير في التقارب، إضافة إلى التصريحات الغريبة التي تأتي أحيانا من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تصل في مصلحة الحل السياسي في سوريا، لأن الحل السياسي في سوريا في النهاية سيكون له تبعات إيجابية جدا بالنسبة إلى تركيا. هذه ربما المقومات إذا جمعناها كلها أعتقد أن تركيا بدأت تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم فقط بشيء واحد وهو محاربة الإرهاب في داعش، وهذا تراه تركيا أن أنت تستخدم تنظيما إرهابيا مقابل تنظيما إرهابيا آخر هذه مشكلة أخرى، لذلك أعتقد أن الآن تركيا بدأت تماما تتجه بالحل في سوريا باتجاه موسكو وطهران وربما بعد ذلك دمشق. طيب سيد فراس، تحضيرا للقمة إذن الثلاثية في سوتشي، برأيك الآن بعد تحرير البوكمال ومبدئيا الخريطة الميدانية أصبحت واضحة في سوريا لجهة سيطرت كل الأطراف أكان من قبل الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة أو حتى الكرد أو حتى باقي المجموعات المسلحة، ماذا سيخرج من هذه القمة برأيك؟ هل سيتم يعني بشكل كامل مثلا إنهاء الوجود المسلح والوصول إلى تفاهمات نهائية فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة الأخرى؟ أعتقد الآن هو ستكون بوادر بداية الحل السياسي في سوريا، ولن يكون هناك الحل النهائي أو الصيغة النهائية للحل في سوريا، لكن بداية البوادر، أنا أريد أن أركز على هذه الكلمة، بوادر بداية الحل السياسي في سوريا، لأن الحل السياسي في سوريا لم يكن حقيقة متواجدا في الفترة الماضية. الآن ربما أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا هي انطلاق بوادر الحل السياسي بين الأطراف جميعها، لأن هناك نقاط مشتركة بين الجميع، وحدة الأراضي السورية، لا يوجد إرهاب في عدم وجود الإرهاب في الأراضي السورية، بعد ذلك خروج جميع الميليشيات الأجنبية والمسلحة وغيرها من أراضي سوريا، هذه النقاط الثلاثة التي تم الارتكاز عليها، أعتقد أن هذه نقطة إيجابية جدا، هذا ما سيتمخض عنه الاجتماع القادم في سوتشي بين الرؤساء الثلاثة، هذه نقطة أعتقد أنها إيجابية جدا من أجل المستقبل القريب في حل الأزمة المكلفة والمدنية في سوريا. شكرا لك سيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. وأيضا في نفس الإطار في الشأن السوري سننتقل الآن إلى مشاهد خاصة بالميادين، هذه المشاهد هي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، هذه المشاهد صورت بعد تحرير مدينة البوكمال في سوريا، تحرير هذه المدينة من داعش، طبعا هذه المدينة كانت حررت في وقت سابق إنما عاد داعش واحتلها من جديد، والآن بعد عمليات للمقاومة وللجيش السوري طبعا والحلفاء في محور المقاومة وكل الفصائل المشاركة قد تم تحرير هذه المدينة. وطبعا هنا لابدنا الإشارة إلى الدور الكبير الذي اطلع به قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في عملية تحرير هذه المدينة وفي وضع الخطة العسكرية والميدانية لتحريرها. نحن نشاهده الآن يتجول مع المقاتلين مع الجنود أيضا في محور المقاومة من كل الفصائل يزورهم، وتحديدا هذه المشاهد صورت بعد تحرير المدينة، يعني بعدما انتهت تقريبا العمليات العسكرية وإعلان النصر على داعش في مدينة البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق. إذن هذه مشاهد وصلتنا من غرفة عمليات الحلفاء، حلفاء طبعا في محور المقاومة، لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وطبعا هنا لابد من الإشارة إلى أن يعني الحرس الثوري أيضا كان موجودا في هذه العملية، وهي طبعا كانت آخر مدينة يحتلها داعش في سوريا، تكتسب أهمية كبرى نظرا طبعا لأنها آخر معاقل داعش كان فيها العديد من القياديين في تنظيم داعش،
وانتهت هذه العمليات اليوم. في الصباح كان هناك إعلان عن أن تقريبا 85% من المدينة قد تم تحريرها، إنما اليوم مع ختام هذا النهار تم الإعلان بالكامل عن أن البوكمال أصبحت حرة من تنظيم داعش بشكل نهائي. هذه المدينة التي تقع في الشرق السوري على الحدود العراقية كانت محط أنظار كبير، ليس فقط من الجيش السوري وحلفائه، إنما أيضا من الجانب الأمريكي، خصوصا أنه في الأيام الماضية بعدما عاد داعش إلى المدينة تم الحديث عن مساعدة أمريكية مباشرة من خلال سلاح الجو لداعش لكي يشن هجومه المضاد واستعادة المدينة. إنما بعد أيام قليلة من إعلان استعادته لهذه المدينة لم يمكث يعني لساعات وتم تحرير البوكمال. إذن هذه المشاهد من غرفة عمليات الحلفاء لزيارة قاسم سليماني، الجنرال قاسم سليماني رئيس قائد فيلق القدس عفوا في الحرس الثوري الإيراني لمدينة البوكمال بعد إعلان تحريرها. والآن نتابع في المواقف التي صدرت في اجتماع أنطاليا. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أكد أن طهران وموسكو وأنقرة مستعدة لتوفير أرضية لإحلال السلام والاستقرار في سوريا. وفي تغريدة له على تويتر قال ظريف أن إيران تعمل مع تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار في سوريا والتحضير لحوار جامع بين السوريين. واستغرب اتهام السعودية لإيران بتهديد الاستقرار بينما تدعم الإرهابيين وتخوض الحرب على اليمن وتحاصر قطر وتسير الخلافات في لبنان. إلى ذلك نشر ظريف الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع المأساوي في اليمن، وتضمنت تذكيرا بخطة النقاط الأربع عن وقف إطلاق النار وإنهاء الهجمات العسكرية فورا وإيصال المساعدات الطبية، إضافة إلى استئناف الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. إلى اليمن الآن، حيث حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التهديدات الإيرانية كان في اليمن أو في غيرها. الجبير دعا إلى اتخاذ ما سماه بالقرار الصارخ للتصدي للانتهاكات الإيرانية للأمن القومي العربي على حد تعبيره. وتستمر في القاهرة وقاع اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث التدخل الإيراني في الدول العربية وفق نص الدعوة إلى الاجتماع الذي يجري بطلب سعودي. سيد الرئيس، صاروخ إن السكوت على هذه الاعتداءات الغاشمة لإيران عبر عمليات عملائها في المنطقة سوف لن يجعل أي عاصمة دولة عربية في أمان من هذه الصواريخ البلستية. إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفة الأيادي أمام هذا العدوان السافر، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها. ونحن جميعا مطلوبين بتحمل مسؤوليتنا القومية وصيانة أمن واستقرار دولنا. إذا ما كانت عندنا ثقة كدول عربية في آلياتنا العمل العربي المشترك للوصول إلى أمن واستقرارنا وأمن شعوبنا، فماذا يكون أمامنا؟ هناك الكثير من الارتباطات والتحالفات التي لدى دولنا في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، وللأسف ليس واحد منها الأمن العمل العربي المشترك. ارتباطنا في العمل مع الأساطيل الأسطول الخامس الأمريكي وعدد من الدول في العالم في تأمين مياه الخليج العربي ومياه بحر العرب يحقق نتائج ويوصل بنا إلى تحقيق أمن واستقرار أكثر من ما يحققها الأمن العمل العربي المشترك. لنصارح أنفسنا، هل نريد أن نعمل مع بعض ولا بعدين الواحد يبحث عن مصلحته مع ترتيبات أخرى؟ وحول هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب في الشؤون الدبلوماسية أستاذ خليل فليحان. أهلا بك. أهلا. لا أعتقد أنك تفاجأت بالخطاب الذي قاله وزير الخارجية السعودي. هناك خطاب عالي النبرة يعني اعتدنا عليه في الآونة الأخيرة من قبل الجانب السعودي، هل تعتقد أن البيان سيكون بنفس الأسلوب؟ يعني سيصاغ بنفس الأسلوب؟ برأيي وحسب ما شاهدت أن وزير خارجية البحرين نبرته وخطابه أعلى بكثير من نبرة وزير الخارجية السعودي. يعني وزير الخارجية السعودي تطرق فقط إلى موضوع حزب الله بالتسمية كتنظيمات تدعمها إيران، إنما وزير خارجية البحرين
قال أكثر من ذلك وطالب الحكومة محملة مسؤولية ما يقوم به حزب الله. أعتقد بأن الحكومة اللبنانية طبعا يعني الحكومة اللبنانية نعم. أعتقد بأن ما يعني تطالب به بعض الدول العربية الآن في اجتماع القاهرة يعني لا ينصفون الوضع في لبنان ولا يتفهمون هذا الوضع. يعني عليهم أن يتروا وليس هكذا تعالج الأمور بالتحدي. أنه أي وضع بده يتصدى لأنه العمل العربي المشترك الذي يشدد عليه وزير خارجية البحرين، هل يمكن أن يفسر لنا كيف سيكون ماذا يقصد هذا العمل العربي وعلى يقصد ما هي قواعده نعم. وأين هي الاستراتيجية العربية في مواجهة إسرائيل؟ في المناسبة يعني كانت ملفتة المقاربة التي أجراها مع الأمريكيين بأن الأمريكيين هم الذين يحموا عفوا مياه الخليج. دعيني يعني نركز فقط على مجلس القناة. ماذا يريد من ذلك؟ لا أدري، بس أنه ماذا يريدون من لبنان؟ نعم. يعني يطالبون لبنان بأن يوقف حزب الله عن عملياته في سوريا أو في أي بلد آخر. يعني بالنسبة للحكومة اللبنانية أنه الحزب لم يستأذن الحكومة اللبنانية وله أجندته الخاصة واستراتيجيته، ويعني ما تدعو إليه السعودية أو البحرين يعني هو مشروع حرب نعم. أم ماذا؟ هناك بعض المصادر في الصحافة اللبنانية تقول بأن البيان سيتضمن إعلان حزب الله أو تسمية حزب الله بأنه إرهابي. هل تعتقد أول ذلك؟ مرة. لا أعتقد يعني التأكيد على ذلك من جديد يعني بعد مجلس التعاون يعني. منذ ثلاث سنوات حصل نفس الشيء وانسحب وقتها وزير الخارجية جبران باسيل وتحفظ ولم تقبل معه المسائل و. بدأت الأمور تسير إلى الأسوأ حول هذا الملف بالذات. نعم. إنما النقاش اللي حاصل حاليا حسب ما فهمت أن مصر تلعب دورا المهدئ نعم. من أجل يعني الوضع في لبنان وفي غير لبنان، لأنه علينا أن ننتظر مثلا قمة سوشي. قمة سوشي يعول عليها، وحسب مواقف روسيا يعني تقول وزارة الدفاع الروسية أنه في نهاية هذا العام أي بعد شهر من الآن نعم. يتم القضاء على داعش في سوريا وتصبح القضية السورية قابلة للتفاوض، وهذا يعني أيضا بأن الوضع سينعكس ذلك على لبنان وأنه لم يعد من حاجة للقتال في سوريا، وهذا الإلحاح الآن على لبنان علينا أن ننتظر ماذا يمكن أن يكون. هل سيكون بطلب يعني التصدي؟ كيف يعني سيكون التصدي؟ يعني هل هو قتال؟ هل هو حصار مالي واقتصادي؟ هل هو يعني بالنسبة للبنانيين العاملين في الخليج؟ حسب قائم بالأعمال السعودي في بيروت أنه اللبنانيين بخير في السعودية ولا أحد سيتعرض لهم. إذن ماذا سيكون عليه؟ يعني المعلومات قليلة جدا. يعني حاولت أن أستفسر قبل الدخول إلى الاستوديو باتصالات أجريتها مع القاهرة، لم يكن هناك من مشروع مسبق يعني طرح خلال الجلسة وفي التشاور. نعم. بالمناسبة بما أننا نتحدث عن هذا التوصيف لحزب الله، مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وهو الذي يمثل لبنان لم يحضر وزير الخارجية، رفض توصيف حزب الله بالإرهابي في البيان الختامي. مسألة هذا الموقف اللبناني إضافة إلى عدم حضور وزير الخارجية اللبناني بشكل مباشر، وهذا غمز يعني قليلا عليه وزير الخارجية السعودي يعني تحدث عن مسألة الحضور إلى هذا الاجتماع، كيف يمكن أن تفسر عربيا يعني هذا الموقف اللبناني كيف يفسر عربيا الآن؟ أعتقد بأن الوزير جبران باسيل تجنب السفر إلى القاهرة وهو يجوب البلاد يعني والدول، يعني جال في أوروبا في 4 أيام على 8 دول صحيح. يعني تجنب أي صدام يمكن أن يؤزم الوضع أكثر فأكثر. تعتقد أن هذا الخيار كان صائب يعني؟ أكيد، لأنه هي أول مرة يغيب صحيح. يعني ربما هي أول مرة
ومرة أخرى كان هناك انتخابات، ولكن كل الاجتماعات حضرها، وكل والموقف اللبناني حاليا هو حسب التعليمات النائب النفس. النائب النفس عن الخلافات العربية الإيرانية، يعني أيوة السعودية الإيرانية بشكل خاص. النائب النفس عن ما هو مطروح حاليا. نعم. إذا كان الموضوع سيطرح أنه حزب الله تنظيم إرهابي، أن السفير عزام سيتحفظ. نعم. وسيسجل وسيدون ذلك في محضر الجلسة. هذه هي التعليمات. وأن السبب أصبح معروفا، أن الحزب له وزراءه في الحكومة، له نوابه في المجلس، وله قاعدة شعبية. نعم. ولا يمكن جزء كبير من الشعب اللبناني. أستاذ خليل، هل تعتقد أن التصعيد من ممكن أن يصل إلى إلغاء عضوية لبنان في الجامعة العربية؟ لا أعتقد، على أساس أن مصر لا تقبل وباقي الدول العربية لا تقبل، حتى السعودية لا تقبل، لأن لبنان هو من مؤسسي جامعة الدول العربية. وأن طيب لبنان ما سوريا أيضا يعني أنه كان الوضع نفسه بالنسبة لسوريا، بالنسبة للبنان الموضوع مطروح غير، موضوع السوري غير موضوع، إنما موضوع بالنسبة للبنان له أصدقائه وله معارضيه وله مؤيديه، وهو من يعني واضعي الأسس الأساسية لنظام الجامعة. ولا يمكن يعني عالميا وأوروبيا شاهدتي كيف كانت ردات الفعل بالنسبة إن الوضع لا يشبه الوضع السوري، على اعتبار أن حينها الحكومة السورية كانت كلها مختلفة، مختلف الوضع يعني مصنفة يعني غير شرعية، لا يمكن المقارنة. نعم. يعني يومها تذكرين أنه رئيس الحكومة السابق، رئيس الحكومة القطري السابق وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم، هو الذي أدار كل هذه المسألة، وهو الذي علق عضوية سوريا وهي حتى الآن صحيح موجود. بالنسبة للدور المصري تتحدث كثيرا على عن هذا الدور في يعني تهدئة الأجواء. نعم. وحتى مواقف الرئيس السيسي في كل هذه الأزمة أيضا كانت ضد الحرب مثلا، ضد العقوبات. نعم. يعني كانت هناك نوع من وسطية في الموقف المصري. هل لك أن تشرح لنا فقط أستاذ خليل عن الدور الذي تقوم به فعليا مصر الآن؟ يعني هل هي قادرة على تليين قليلا الموقف السعودي يعني مثلا؟ نحن نعلم أن أيضا غدا سيكون هناك زيارة للرئيس الحريري إلى مصر، هذا أيضا تم تأكيده. أنا سألت السفير المصري في بيروت أنه غدا ليس هناك من زيارة للرئيس بعد غد يعني، ولم يشأ تحديد موعد زيارتي إذا كانت قبل عودته إلى بيروت أو بعدها. المهم بالنسبة للسؤال، يعني إذا كان المطلوب سوريا جديدة بحسب النبرات التي تصعد، هذا نأمل ألا يحصل، وأن ما يعني تسعى إليه مصر، وسامح شكري يعني وزير خارجية المصري زار مصر، زار الرياض وبحث هذا الموضوع وزار دول أخرى، قام بجولة صحيح من فترة، وهذا تأتي قبل هذا الاجتماع. نعم. وآمل أن يعني تكون الصيغة التي سيصدر فيها القرار العربي في هذا الاجتماع الاستثنائي تأخذ في عين الاعتبار وضع لبنان وإمكاناته، وأنه أي تجاوب مع هذا المطلب العربي لا يتم بالتصدي. يعني هل التصدي يعني التصدي العسكري؟ نعم. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ هل التصدي استثناء حزب الله من تمثيله في الحكومة؟ هل هو نطلب إليه أن ينسحب من سوريا؟ وإذا لم ينسحب ماذا يمكن أن يحصل؟ نعم. يعني هذا قرار إقليمي، ولا يمكن للبنان أو للحكومة اللبنانية أو للقادة اللبنانيين أن يتخذونه بمفردهم. شكرا لك أستاذ خليل فليحان الكاتب في الشؤون الدبلوماسية على انضمامك لنا هنا في استوديو الميادين. الآن سنذهب إلى فاصل قصير نتابع بعده النشر.
أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الميادين بأن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيزور مصر والكويت غدا قبل توجهه إلى بيروت. إلى ذلك أعلن مصدر رئاسي فرنسي أن باريس تبحث استضافة اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث الأزمة السياسية. وكالة رويترز لفتت إلى أن المجموعة تشمل بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا. والآن إلى زميلنا موسى عاصي الموجود في باريس مراسل ميادين. موسى، ما المعلومات لديك حول هذه الزيارة لرئيس الحريري؟ طبعا لم يتم تأكيد شيء بشكل رسمي، ولكن بحسب المعلومات أن الزيارة ستكون غدا قبل أن يأتي إلى بيروت. نعم، يعني هذه المعلومات من أوساط الرئيس سعد الحريري بأنه سيقوم بزيارة كل من مصر والكويت غدا أو بعد غد، ولكن قبل عيد الاستقلال، قبل أن يتوجه إلى لبنان. سيلتقي مبدئيا الرئيس المصري السيسي وربما أمير الكويت ومسؤولين آخرين قبل الوصول إلى بيروت للمشاركة في حفل الاستقلال ولقاء الزعماء اللبنانيين قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأنه استقالته، إن كان سيعود عنها أو سيواصل الاحتفاظ بها. على بالنسبة لهذا الموضوع، علمنا أيضا أن الحريري سيبقى في لبنان وهو لن يغادر قريبا، لن يعود إلى فرنسا قريبا، سيبقى لفترة في لبنان وهو سيحاول بحسب المعلومات التي أمكن الحصول عليها من أوساط سعد الحريري بأنه سيتوجه إلى لبنان بنوايا تصالحية، بنوايا تسوية، سيحاول إيجاد الحلول مع الرئيس ميشيل عون، وهو طبعا ودائما بحسب ما نقل عن الرئيس الحريري بأن هناك تقدير عال جدا من قبل الحريري للرئيس ميشيل عون وللدور الذي قام به خلال فترة وجود الحريري في السعودية التي دامت 14 يوما. على هذا الأساس هناك نية، على ما يبدو وعلى ما فهمنا من أوساط الحريري، هناك نية لدى الرئيس الحريري بأن يوكل أو يسلم زمام أمور الحلحلة في لبنان إلى الرئيس ميشيل عون، كونه وحده القادر على الجمع بين الأطراف اللبنانية المختلفة والاتصال بالجهات اللبنانية الفاعلة من أجل محاولة التوصل إلى تسوية قد تفتح نافذة على إعادة النظر بالاستقالة التي تقدم بها الحريري من الرياض. إذن بحسب ما قيل أو نقل عن الحريري أننا لسنا ذاهبون إلى لبنان من أجل إعادة أجواء التوتر التي كانت سائدة في السابق، لن نتعارك مع أحد، ولكن هناك أجواء جديدة وهناك خارطة عمل جديدة يجب أن نتحدث بها. الملاحظ أن استقبالات الحريري أو لقاءات الحريري في باريس اليوم اقتصرت على مجموعة من فريقه السياسي، من عائلته السياسية. حضرت إلى باريس السيدة بهية الحريري شقيقة الرئيس الراحل رفيق الحريري وعدد من قيادات و المسؤولين في تيار المستقبل، نذكر منهم أحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل، وهناك أيضا محافظ الألقاب غطاس خوري باسم السبع وقيادات أخرى، بالإضافة إلى طبعا الوزير نهاد المسلوق ومدير مكتب الحريري نادر الحريري. هنا علامة استفهام كبيرة حول تغيب النائب اللبناني عقاب صقر الذي طالما رافق الحريري في جولاته وزياراته، ويقال هنا في باريس أن عقاب صقر كان فترة غياب الرئيس الحريري في السعودية كان يعمل من خلف الستار مباشرة وفتح اتصالات مباشرة مع الوزير السعودي تامر السبهان، وكان هناك علاقات مباشرة بينه وبين السعودية. يبدو أن هناك بعض الخلافات ويعني أخذ المواقف من قبل الرئيس الحريري تجاه بعض الشخصيات في فريق عمله وفي فريقه السياسي المقرب والفريق الأوسع، أي على مستوى الحلفاء، خصوصا الذين لم يدعموا بشكل حاسم موقف الحريري أو وبيانات تيار الحريري أثناء غيابه ووجوده في السعودية. حتى مسألة بيانات تيار المستقبل، هناك من يقول بأنها بعض الشخصيات قد خرجت عن الإجماع الذي كان داخل تيار المستقبل. لا أدري موسى إذا كان لديك أي معلومات حول الاجتماع الذي من الممكن أن تستضيفه باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان. نعم. هل هناك أي معطيات لديكم حول هذا الأمر؟
نعم، هذه يعني المعلومة التي نقلتها وكالة رويترز هي عن مصدر في قصر الإليزي، والحديث كان على الشكل التالي، أن هناك نية لدى فرنسا بدعوة لاجتماعين بالأحرى، دعوة لاجتماع الدول المعنية بلبنان على المستوى السياسي، وهي المجموعة التي تضم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا، واجتماع آخر على مستوى الدول المانحة، وهو اجتماع كان قد وعد إيمانويل ماكرون الرئيس الحريري قبل عدة أشهر بالدعوة إليه، واليوم يعيد التذكير بهذه الدعوة. ولكن يجب أن نكون حذرين جدا بالنسبة لهذه المسألة، على أساس أن الدعوة للاجتماعات بالنسبة للبنان هي فكرة فرنسية طرحت توا، يعني طرحت بالأمس، وحتى الآن لا يوجد هناك أي تحضيرات أو استعدادات لعقد مثل هذا الاجتماع، وحتى الاتصالات يعني بحسب الأوساط الفرنسية لم تبدأ بعد مع الأطراف المعنية من أجل التحضير لعقد مثل هذا الاجتماع. هي أفكار فرنسية يعني خرجت عن الرئيس ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تشجيع لبنان على يعني إعادة حلحلة أموره، وتشجيع الرئيس سعد الحريري ربما من أجل إعادة النظر باستقالته التي سيحسم أمرها في لبنان بعد يومين. شكرا لك موسى عاصي، مراسل ميادين كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. كشف مسؤول سعودي عن إلقاء السلطات السعودية القبض على 14 ضابطا متقاعدا عملوا في وزارة الدفاع وضابطين من الحرس الوطني للاشتباه بتورطهم بعقود مالية فاسدة، فيما وصف الصحفي السعودي جمال خاشقجي أفراد الأسرة الملكية في السعودية بأنهم سبب الفساد. هبة الله بيطار. حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال سعوديين تشهد تطورات جديدة مع امتدادها إلى الجيش. وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن مسؤول سعودي تأكيده إلقاء القبض على 14 ضابطا متقاعدا عملوا في وزارة الدفاع، إضافة إلى ضابطين من الحرس الوطني للاشتباه بتورطهم بعقود مالية فاسدة. المصدر كشف أيضا عن تطورات في قضية الأمراء المعتقلين، حيث عرضت عليهم تسوية ليتجنبوا المحاكمة، وفي حال الموافقة عليها ستجري المحادثات بواسطة لجنة خاصة لتحديد التفاصيل. التفاوض وفقا للمسؤول السعودي قائم حول المبالغ التي يعتقد أن الأمراء كسبوها بطرق غير مشروعة وليس ثرواتهم كلها، إذ تتوقع الدولة استرداد ما يقرب من 100 مليار دولار عبر التسوية مع المحتجزين. الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحدث عن هذه التسويات المالية أيضا عبر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها إن التسويات مع عدد من الموقوفين بقضايا الفساد أعادت لخزينة الدولة مليارات حتى الآن، ولكن الشفافية وإعلان ذلك أهم للمستقبل حتى لا يتكرر فساد العقود الماضية، على حد تعبيره. كلام خاشقجي عن الفساد لم يتوقف عند موقع تويتر. خلال ندوة في المركز العربي في واشنطن، اتهم الصحفي السعودي أفراد الأسرة الملكية بأنهم سبب الفساد. I think he has to distinguish between the royal wealth and the corporation wealth. The royals are the reason for corruption. They are the one who inflated the price of the contracts. They are the one who made it impossible for even good business to work and flourish in Saudi Arabia. Their cuts are not 5%. Their cuts is in billions. خاشقجي كشف في الندوة أن الأمراء في السعودية باتوا في حالة رعب، وأن حملة الاعتقالات نشرت الخوف لدى معظم السعوديين، ولا يستطيع أي شخص أن يبدي رأيه. يستعد 11 لاعب شطرنج إسرائيلي هذا الأسبوع لتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية للمشاركة في بطولة الشطرنج الدولية التي تستضيفها المملكة. الناطق بلسان الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج كشف أن موضوع مشاركة اللاعبين الإسرائيليين كان على جدول أعمال المباحثات التي جرت بين الاتحاد الإسرائيلي والدولي قبل فترة. وقالت صحيفة هارتس أن مشاركة اللاعبين الإسرائيليين لا تمتحن العلاقات بين الدولتين فحسب، بل إنها تختبر كذلك ولي العهد محمد بن سلمان.
رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن السعودية تحولت من يافطة خدمة الحرمين إلى حقيقة خدمة إسرائيل. وفي بيان وصفت الجبهة فتح السعودية نوافذها الإعلامية للقادة الإسرائيليين بإعلان الحرب على حقوق الشعب الفلسطيني. البيان أشار إلى أن لقاء موقع إلاف السعودي مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك صريح لكل القيم والأعراف الوطنية والسياسية. ودعت الجبهة من وصفتها بالقوى الحية إلى موقف يدين التطبيع مع إسرائيل والترويج له. في تونس عقدت المنظمة الدولية للأمن الشامل ونقابة الأمن الرئاسي ندوة تحت عنوان الحرب على الإرهاب. وتأتي هذه الندوة في إطار البحث عن استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الإرهاب. تونس التي حققت في الأشهر الأخيرة نجاحات أمنية كبرى من خلال شن القوى الأمنية والعسكرية للعديد من الضربات الاستباقية والتي ساهمت في تفكيك خلايا إرهابية والقبض على المئات من عناصرها. سميحة البغانمي. إلى الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب، استراتيجية تشمل الأبعاد المجتمعية والسياسية والثقافية لظاهرة تنامي الإرهاب، هي رؤية وطنية شاملة لقطع الطريق أمام محاولات الاستقطاب التي تعمل عليها الجماعات الإرهابية. الاستراتيجية الشاملة التي تتشابك فيها الرؤى المختلفة من مجالات تخصص مختلفة لإيجاد مقاربة أقرب للواقع والحقيقة. أعني بذلك أن الحل الأمني وحده والحل العسكري وحده غير كافي. الإرهاب له أبعاد ثقافية ودينية وعقائدية واجتماعية واقتصادية وغيرها يعالج من قبل دائه، من قبل معدنه، لا بد أن يعالج دينيا. القوات الأمنية التونسية نجحت خلال الفترة الماضية بتوجيه ضربات موجعة لهذه الجماعات، فمن تفكيك الخلايا النائمة إلى الإمساك بالحدود وإلى العمليات الاستباقية التي وفرت على تونس الكثير. التفكير بعقول الخونة والنفاذ إلى طريقة تفكيرهم لكشف خططهم، هذه ثانيا الإطلاع على مقاربات حديثة وتجارب في القضاء على الإرهاب، تكثيف حلقات تكوين في كل الأسلاك، توعية الشباب هذية من المخاطر المحققة بهم في الفضاءات الإلكترونية، إنه كي باش يتفرج في فيديو ولا باش يتفرج في حاجات، دونك هذية الوعي ما يخليوش معناتها يأثر عليه، دونك احنا في الدورات التكوينية هذية يتم معناتها تثقيفهم، نفكروهم شوية بالوزع الديني، بالوزع الأخلاقي، نفكروهم بالخلفيات نتاع الناس هذوما كيف يتم استقطابهم. وتحتاج تونس اليوم إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بما يضمن استعادة كسب ثقة المستثمرين الأجانب وإنعاش اقتصادها المتعثر. رغم النجاحات الأمنية في التصدي للإرهاب فإن المواجهة العسكرية والاستخبارية وحدها لا تكفي في ظل تزايد استقطاب الشباب، ما يحتاج بحسب مراقبين إلى استراتيجية شاملة تجمع الجوانب الأمنية والعلمية. سميحة البغانمي، تونس الميادين. أفادت وكالة رويترز أن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي وافق على التنحي من منصبه بعد اتفاق مع الجيش. وكان حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الجبهة الوطنية الحاكم دعا موغابي إلى الاستقالة من منصبه بحلول يوم غد. على الرفيق موغابي أن يقدم استقالته فورا من منصبه كرئيس لزيمبابوي، وإذا لم يفعل ذلك فإن المادة 97 من الدستور تقر بالقيام بالإجراءات اللازمة في سبيل استدعائه. والآن نعيد التذكير بعناوين النشر. الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة يحررون مدينة البوكمال بالكامل، آخر معقل لداعش في سوريا. الاجتماع الإيراني الروسي التركي في أنطاليا يؤكد أن الوقت قد حان لإيجاد حل سياسي في سوريا. إن المملكة العربية السعودية لن تقف مكتفة الأيادي أمام هذا العدوان السافر. في اجتماع وزراء الخارجية العرب السعودية ترفع اللهجة بوجه إيران وحزب الله. الحريري يزور مصر والكويت قبل توجهه إلى بيروت، وباريس تبحث استضافة اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث الأزمة السياسية. أنباء عن موافقة موغابي على التنحي من رئاسة زيمبابوي بعد طلب الحزب الحاكم. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.